السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد تخطيط الأسئلة وتوجيهها معيارا ومحكا أساسيا في نجاح تدريس مادة العلوم، لهذا ينبغي لمدرسي العلوم قبل طرح الأسئلة أن يخطط لها ويضع في ذهنه الأسئلة والتساؤلات الآتية: ماذا أريد أن أعلم؟ ما نوع الأسئلة التي يجب أن أطرحها؟ ما الأهداف التعليمية التي أحاول أن أحققها؟ وبناء على ذلك ينبغي على مدرس العلوم أن يحدد المعرفة العلمية من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات، ويكاملها مع عمليات العلم الأساسية والمتكاملة حتى يتم وضع الأسئلة بشكل صحيح. نرحب بكم في ندوة جديدة من سلسلة ندوات علم الأحياء للصف التاسع، ونتناول اليوم أبحاث الإطراح. ويسرني أن أرحب بكل من الآنسة بشرى عبدو، مدرسة في تربية دمشق، أهلا وسهلا بك. أهلا. الآنسة هديل سعود، مدرسة في تربية دمشق، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. ويسرنا التواصل معنا على الأرقام في أسفل الشاشة. بداية زملاء، الجسم يحتاج إلى مواد ضرورية يزود بها بعمليتي الهضم والتنفس، ومن ثم يحتاج إلى طرح المواد الناتجة عن عمليات الاستقلاب داخل الخلايا. آنسة بشرى، حبذا لو تحدثينا كيف يتم التخلص من هذه المواد من الجسم. نعم، يسعد أوقاتك أستاذ إيهام ولجميع طلابنا الأعزاء. بالنسبة للندوة اليوم هي عن مفهوم الإطراح بجسم الإنسان. طبعا جسم الإنسان هو مكون من مجموعة أجهزة، هذه الأجهزة متكاملة بوظائفها مع بعضها البعض. كما ذكرت حضرتك أنه لازم يكون بعملية التنفس لكي يتزود بالأكسجين. نعم. هذا الأكسجين يجب أن يدور بجهاز الدوران. نعم. لتأمين هذا الأكسجين اللازم لعمل الخلايا، ثم الخلايا سوف تقوم بالأكسدة الخلوية، أكسدة المواد الغذائية وتفكيكها. نحصل على ما هو مفيد من المواد الغذائية إلى داخل الجسم عن طريق جهاز الهضم بعملية الامتصاص، ولكن يمكن لبعض هذه المواد أن تكون زائدة في الجسم أو يمكن لها أن تكون ضارة، فلا بد من التخلص منها من جسم الإنسان بمجموعة من الأعضاء التي تسمى هي أعضاء الإطراح. طيب زميلي بشرى، يعني فيما يتعلق بموضوع الهضم تفضلتي عنه انه نعم. عملية الامتصاص، يعني نحن في ابحاث سابقة بالكتاب نعم. ورد معنا الهضم نعم. وعملية الهضم في الأمعاء ومن ثم الامتصاص، والتكامل مع البحث اللاحق النقل نعم. نقل عن طريق الدم، نقل المواد المغذية إلى الخلايا، ومن ثم تكاملت مع بحث آخر اللي هو التنفس نعم. تزويد الجسم بالأكسجين نعم. إذن اليوم هي عن موضوع الإطراح. أبحاث العلوم نعم. هي عبارة عن سلسلة متكاملة متواصلة مع بعضها البعض. صحيح. لا يمكن تجزئ بحث عن الآخر تماماً. كلها في ترابط متواصل تماماً. فتسلسل هذه الأجهزة الموجودة داخل الكتاب نعم. طبعاً وضع ضمن سلسلة من الصور، سلسلة أفكار مترابطة مع بعضها البعض نعم. لذلك فترابط الأجهزة لابد من هذه المواد التي نتجت عن هذه العملية، المواد الزائدة والضارة لابد لها أن تطرح تمام. لذلك يمكن أن نتعرف على مجموعة من الأعضاء التي يمكن أن تساهم في تخليص الجسم من هذه المواد نعم. حبذا لو تم عرض الشريحة بالنسبة للأعضاء التي يمكن أن تكون موجودة في الجسم ويمكن لها أن تكون لها دور بالتخلص من المواد، من الفضلات السامة والمواد الزائدة نعم. والضارة. كما نلاحظ وجود الجلد. الجلد, نعم. الجلد يساهم في عملية طرح العرق نعم. تمام. إضافة إلى وجود الرئتين كما هو موضح. الرئتين ماذا يتم التخلص منها؟ يتم التخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون. يعني هي وظيفة ثانوية، الوظيفة الأساسية هي التنفس. هي تنتمي لجهاز التنفس تمام. ولكن يمكن أن تقوم بدور إطراحي. والجلد أيضا له وظائف أخرى ولكن وظيفة إطراحي نعم. نعم. الرئتين سوف تتخلص من الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون إضافة إلى بخار الماء. نعم. أيضا نلاحظ وجود الكبد نعم. الكبد له دور مهم جدا وهو غدة هامة موجودة في الجسم نعم. تتخلص من المواد السامة وعن طريق العصارة الصفراوية الموجودة في الجسم، إضافة إلى وجود جهاز إطراحي متخصص داخل نعم. جسم الإنسان وهو جهاز البول نعم. الذي سوف نتعرف على مكوناته فيما بعد نعم. لذلك فهذه المواد الإطراحية عند التعرف عليها نجد بأن كل عضو من أعضاء الإطراح هذه يمكن أن يتخلص
من نوع معين من المركبات. نعم. فكما شاهدنا فإن الجلد يتخلص من العرق. نعم. الرئتين من غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، الكبد من المواد السامة والأملاح الصفراوية. نعم. إضافة إلى جهاز البول الذي سوف يتخلص من سائل وهو البول، سنتعرف على مكوناته لاحقا. شكرا جزيلا لك. أمس هذه بعملية الهضم نتجت مواد بسيطة بعد عمليات هضم جزئي ومن ثم كلي في الأمعاء، وتم امتصاصها بواسطة الزغابات المعوية كما ورد في أبحاث سابقة ضمن كتابنا، ونقلها بجهاز دوران كما تحدثنا سابقا إلى خلايا الجسم. المواد التي نقلت من جهاز الهضم من السبيل الهضمي إلى خلايا الجسم بواسطة الدم، هل تبقى على حالها أم يطرأ عليها تبدل، يحدث عليها تغير؟ هل هنالك عمليات المواد البسيطة تبقى على حالها أم يتم استخدامها في عمليات داخل الجسم؟ تفضل. هلا بداية أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ إيهم. إضافة نتمنى لطلابنا الأعزاء الاستفادة القصوى من معلوماتنا في هذه الندوة. المواد التي نتجت عن عملية الطرح لا تبقى كما هي، إنما يطرأ عليها المواد التي نتجت عن عملية الهضم لا تبقى كما هي، إنما يطرأ عليها تغيرات كثيرة. بداية لو أخذنا ماذا يجري بداخل خلايا جسمنا، مثلا هذه التفاعلات التي تجري في داخل خلايا جسمنا، لو شبهناها مثلا بمثال آخر لوجدنا بأن هذه التفاعلات يطرأ عليها مصطلح آخر أو مفهوم آخر يعرف باسم مفهوم الاستقلاب. مفهوم الاستقلاب. نعم. تمام. مفهوم الاستقلاب يمكن أن نبدأ به درسنا مثلا بمثال بسيط. في أحد الأيام الباردة رأيت عددا من عمال البناء يحولون بجهدهم العضلي الحجارة مثلا ومواد بناء بسيطة إلى أبنية جميلة. في أثناء استراحتهم يحرقون الحطب ويجلسون حول النار لتمدهم بالدفء. جميل. فتساءلنا نفس السؤال، إنه هل يجري في داخل جسمنا عمليات بناء كتلك التي يقوم بها هؤلاء البناؤون؟ ثم أنه كيف يتم إنتاج الطاقة في أجسامنا كتلك الطاقة الناتجة عن حرق الحطب؟ نعم. توصلنا فيما بعد إلى أن هناك تفاعلات متعددة تجري داخل خلايا جسمنا أطلق عليها فيما بعد بمصطلح الاستقلاب. نعم. إذا مفهوم الاستقلاب هو عبارة عن تفاعلات. تمام. تفاعلات وحصرا توجد داخل خلايا جسمنا. داخل خلايا الجسم. هل جميع التفاعلات واحدة؟ هل هي تفاعلات واحدة في الجسم؟ هلا تبين بأن للاستقلاب نوعين، هو عبارة عن عمليات أو تفاعلات البناء إضافة. نعم. إلى تفاعلات الهدم. نعم. ففي تفاعلات البناء نلاحظ هنا ربط مواد غذائية بسيطة. نعم. ربط مواد غذائية بسيطة في الخلايا باستخدام الطاقة. نعم. ينتج عنها جزيئات كبيرة لبناء أنسجة الجسم وتعويض ما يتلف منها. تمام. فهذه العمليات هي عمليات بناء. أيضا نواتج عمليات الهضم البسيطة التي وصلت إلى الخلايا يتم تجميعها معا. تمام. ومن ثم تحويلها إلى مركبات أكبر حجما، جزيئات أكبر حجما لكي تستخدم في بناء أنسجة الجسم. نعم. نعم. أما بالنسبة للنوع الثاني من التفاعلات هو تفاعلات الهدم. نعم. إذ أن هناك مواد غذائية يتم أكسدتها في الخلايا باستخدام أكسجين الهواء، فينتج عنها طاقة لازمة لحياة الإنسان إضافة إلى مجموعة من الفضلات يتم طرحها عبر أجهزة أخرى. طيب الطاقة تدخل بالحالتين، يعني في حالة البناء تدخل وفي حالة الهدم تدخل. في حالة البناء هي تستخدم في عملية البناء لربط الجزيئات البسيطة. طبعا. أما في حالة الهدم فهي ناتج عن عمليات تفاعلات الهدم. تمام. شكرا لك يا زميلي. أنسي بشرى اعتراضيا لاحظنا أن هنالك موضوع مفهوم استقلاب وما استقلاب وجزيئات صغيرة وهدم. نعم. فيما يتعلق بموضوع علم الأحياء لدينا بكتاب الصف التاسع أو حتى للثالث الثانوي العلمي يطبق على الكل. نعم. لم يتبقى إلا شهرين فقط لبدء الامتحان، وبالتوفيق لجميع الطلاب طبعا. أكيد. ما هي النصيحة التي تجديها مناسبة لدراسة
أبحاث علم الأحياء، كيف يمكن للطالب أن يستغل هذان الشهران بشكل جيد؟ نعم، طبعا الطالب عندما يريد أو عندما يقترب موعد الامتحان يشعر قليلا بالقلق والتوتر، لذلك لابد لهذا الطالب أن يكون التحضير الدراسي على مدار العام، فيجب على الطالب أن يكون متابع لكل درس. معنا بالإذن أنسي، معنا نعم. الطالب دعاء من حمص، تفضلي. يعطيكم العافية. ألو، يعطيكم العافية. يا هلا، بس حابة أسأل هلا فصل، بيجي سؤال، ما وظيفة الغشاء المخاطي الأحمر والغشاء المخاطي الأصفر؟ نعم، بيكفي أن نقول الغشاء المخاطي الأصفر له وظيفة شمية والأحمر له وظيفة تنفسية؟ نعم. وبالحالات المرضية للغدد الصم والأحمر، نعم، شو الحالات المرضية؟ للغدد الصم. للغدد الصم، نعم. أنا ممكن تعطوني مثال وكيف بيجي السؤال؟ نعم، معنا أنسي هذه، تفضلي. هلا بتمنى لك التوفيق حبيبتي في ندوتنا هذه. أول شيء بالنسبة لسؤالك الأول، المقارنة بين الغشاء المخاطي الأصفر والغشاء المخاطي الأحمر من حيث الوظيفة، طبعا يكفي أن نقول بأن الغشاء المخاطي الأصفر وظيفته شمية والغشاء المخاطي الأحمر وظيفته تنفسية. تعرفي ليش الغشاء المخاطي الأصفر وظيفته شمية؟ يا دعاء، دعاء الساكي معنا على الاتصال، فصل الخط. إذا وظيفته شمية لأن الغشاء المخاطي الأصفر ارتبطنا بأنه يحتوي على العدد كبير من الخلايا الحسية الشمية. نعم. أما الغشاء المخاطي الأحمر يكون غني بالأوعية الدموية، وبالتالي نلاحظ بأن وظيفته تنفسية. رجعت معنا دعاء. نعم. إيه دعاء؟ معنا أنت دعاء؟ إيه معكم. انتبهتي على جواب الأنسي حول الغشاء المخاطي الأصفر والأحمر؟ انتبهت له. طيب، فيما يتعلق بالحالات المرضية أنسي بشرى. نعم. بالنسبة للحالات المرضية للغدد الصم، ممكن هذه الحالة تأتي، نعم، راجع أحد الأطفال أو راجع أحد الأشخاص عيادة طبية، نعم، ربطها مع الواقع، يعاني من قصر في القامة، قصر في الطول، نعم. ما هي الغدة التي أصابها الخلل؟ ممكن هنا نحدد الغدة النخامية، ما سبب هذه الحالة؟ نعم. نقص إفراز هرمون النمو لدى هذه لدى هذا الشخص. إذا نحن كنا حالات مرضية متعددة مختلفة، هذا مثال. نعم. هذا نعم. مثال عن إحدى هذه الحالات. أحد الأشخاص مثلا يتبول كثيرا ويلاحظ أنه يشرب ماء كثيرا، تماما. ممكن يكون لديه مرض سكري، نقص الأنسولين، نقص إفراز الأنسولين، هرمونات جزر لانجرهانس. نعم، فهو بحث عن أي غدة موجودة بجسم الإنسان، دراسة الغدة ومواقعها إضافة إلى الوظائف، يمكن أن تحدث حالات مرضية. نعم. يتبع هذا الدرس بدرس ماذا ينتج عن نقص كل هرمون. صحيح. هذه هي الحالات التي يمكن أن تأتي. دعاء، أنت معنا الساكي؟ إيه. إيه دعاء، وصلك الإجابة؟ إيه، سلم ديادك. في عندي سؤال. إيه تفضلي. هلا، إنه وقت إنه بيجينا حالة وبيكون هو المرض مرض السكري. نعم. انه بيجينا انه كيف بيتم الكشف عن هذا المرض او تشخيصه؟ يعني نحن بالكتاب عندنا مو في اعراض مرض، اعراض المرض ايه وسببه، وممكن انه تحليل سكر العنب في البول اجراء تحليل مخبري، هو عباره عن كشف عن سكر العنب في البول فقط. الو، ايه يا دعاء، والصفحه 100، الصفحة 100، بنية الجلد، الصفحة 100. نعم، انه استنتج فائدة الكتل الدهنية المتوضعة تحت الأدمة، تحت الأدمة. نعم، لا، صفحة 100. ايه، استنتج فائدة الكتل الدهنية المتوضعة تحت الأدمة. نعم. طبعا هذه الكتل الدهنية هي مصدر للطاقة، إضافة إلى أنها لها دور بعزل الحرارة، يمكن أن تعطي عزل حراري للجسم. ولكن هذه الكتل الدهنية إذا زاد معدلها أكثر في الجسم يمكن أن تسبب البدانة، يمكن أن تسبب السمنة. ولكن أهمية الكتل الدهنية هي عبارة عن مصدر للطاقة وتؤمن الحرارة للجسم. هلق وأوراق العمل. نعم. إنه بيجينا كيف سؤال عليها مثل كمان حالة مرضية أو؟ دعاء، شو لو سمحتي بس ترجعي عيد السؤال؟ الأوراق العمل. نعم. إنه كيف بيجي هذا السؤال علي؟ دراسة حالي.
ممكن تجي دراسة حالي، ممكن يجي سؤال بسيط، يعني احنا ما عم نطلب شيء معقد. طبعا هلا راح يكون في عندنا ضمن الندوة تابعينا انه في عندنا عن دراسة ورقة عمل لحالتين موجودة ببحث الاطراح، راح نشوفه وشوف شلون راح يتعالج السؤال، وان شاء الله بالتوفيق. في سؤال ثاني يا دعاء؟ لا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يعطيك العافيه. في معنا كمان اتصال بشار من دمشق. بشار من دمشق. الو بشار محفوظ. بشار محفوظ. بشار من محفوظ، من ريف دمشق. من ريف دمشق. ايه يا بشار تفضل. ايه صفحة 166 زكاة، تخرج قطعة عمل 166. بشار محفوظ من ريف دمشق. نعم الصفحة 166. نعم بدي ورقة العمل زكاة. ورقة العمل. ورقة العمل صفحة 166. نعم هذا تمام. تفضلي انسي بشرى. انسي هدي. نعم انسي بشرى. بورقة العمل صفحة 166 تتكلم عن الأدوية والمسكنات التي يتناولها الأشخاص بكميات كبيرة أحيانا. نعم. دون استشارة الطبيب. صحيح. يسأل في ورقة العمل، هذا يسبب ضرر كبير في الجسم، فما هي الأضرار تلك الأدوية على الكليتين؟ نعم. طبعا تناول الأدوية يجب أن يكون باستشارة الطبيب ضمن وصفة طبية، ولكن بالنسبة لورقة العمل معروف بالنسبة للأشخاص تناول أدوية دون وصفة طبية يمكن أن تسبب إرهاق للكبد أو إرهاق للكليتين، تضرر بأعضاء مختلفة من الجسم، يمكن أن تعرض أو تسبب احتباس السوائل في الجسم، احتباس السوائل ينتج عنه أعراض مختلفة، ارتفاع في ضغط الدم. يعني أفكار بسيطة بالنسبة للأضرار التي يتعرض لها الجسم بتناول هذه المسكنات. يعني ذكر عرضين أو ثلاثة من الأفكار بسيطة. نعم. احتباس سوائل، ضرر إرهاق للكلي، إرهاق للكبد، فشل كلوي. يعني بشار أنت معي؟ بشار ألو. ألو ألو. إيه بشار. إيه. انتبهت على الإجابة؟ إيه. بس نعم. في ورق أوراق العمل في تنتين لك. نعم. صفحة 150. 150. نعم. نعم. ورقة العمل. نعم. بنك الدم. نعم. هلا حاطين هنا بورقة العمل انه بنك الدم هو مركز التبرع بالدم، حيث يتم حفظ الدم المتبرع به لإنقاذ حياة المصابين من دون هدر الوقت. التبرع بالدم واجب إنساني ووطني وضرورة ملحة. أقوم بزيارة مركز للتبرع بالدم وأستفسر عن أكثر الزمر الدموية توافرا. هلا نحن هون من خلال يعني اكثر زمر دموية من خلال دراستنا لبعض الاشخاص تبين بانه اكثر زمر دموية توافرا هو الزمر او ايجابية الريزيوس. نعم. هي حل السؤال الاول بورقة العمل. معنا انت بشار. هلا الزمر الدموية النادرة بنختار نحن الابي سلبية الريزيوس. الحالات الاكثر تكرارا لطلب نقل الدم طبعا اكثر شيء مثل فقر الدم اضافة الى تلاسيميا. عندك سؤال تاني؟ في سؤال تاني يا بشار؟ سؤال تاني صفحة 195. 195. نعم. نعم. 195. ايه تفضل. ورقة العمل 195. ورقة العمل؟ نعم. تتسبب بعض العوامل البيئية في حدوث طفرات لدى الكائنات الحية، ابحث في هذا الموضوع وعدد بعضها. يعني هي تعريف بسيط للطفرة، نذكر تعريف بسيط، هي تغير في تسلسل، تغير مفاجئ في تسلسل النيكليوتيدات ضمن جزيء الدي ان اي. طبعا ورد معك بالكتاب عن الصفات الطافرة. نعم صفات طافرة. يعني يجب ان يربطها بالصفات الطافرة، فعرفنا الطفرة. يمكن ان نقول ايضا ما هي اسباب حدوث الطفرات، يمكن التعرض للحرارة، الاشعة، مواد إشعاعية، مواد ثقيلة، مواد كيميائية. أفكار بسيطة فقط، يعني لا نتعمق مختصر مفيد يعني. تماما. إذا الطفرة تغير في تسلسل النيكليوتيدات ضمن الحمض النووي ضمن الجزيء الدي ان اي، إضافة إلى أسبابها إشعاعية، حرارية وكيميائية. نعم. غير بشر. بس أوراق العمل تحمل بيجي يعني بالفحص بالامتحان. جميع أوراق العمل مطلوب، لا يوجد شيء غير مطلوب. نعم. جميع أوراق العمل مطلوب. نعم. بشار عندك سؤال تاني؟ طيب
شكرا يا بشار. طيب نعود زميلي بشار السؤال اللي كنا عم نسأله. نعم. حول موضوع طريقة الأمثل لدراسة علم الأحياء خلال هالشهرين المتبقيين من العام. نعم. نعم. طبعا التحضير الجيد خلال العام الدراسي هو أساس أو نتاج للأيام القليلة قبل الامتحان. صحيح. طبعا متابعة الدرس خلال العام الدراسي الكامل. نعم. إضافة للانتباه للمدرس أثناء شرح الدرس، تسجيل الملاحظات التي يمكن أن يدونها المدرس. هذا سابقا. تماما. قبل الامتحان. نعم. يجب أن يجري تسميع كتابي لنفسه. أحد الأشخاص في المنزل يمكن أن يقوم بالتسميع له. تسميع ذاتي. نعم. تصحيح الأغلاط التي يمكن أن يقع فيها الطالب. نعم. أثناء التسميع لتثبيت تلك المعلومات. خرائط المفاهيم، يعتمد. نعم. على خرائط مفاهيم. تحديد أو ربط الأفكار النظرية في الدرس مقارنة مع الصور. نعم. الموجودة. طبعا أي شكل لا يمكن أن يحفظ بمفرده عن النظري، فلذلك لابد من إقران النظري مع الصورة، الصورة التوضيحية. فمراجعة، تقسيم الوقت، تنظيم الوقت خلال النهار، حل التمارين أو حل أسئلة الدرس الاعتماد عليها، لأنها تسهل الأفكار وتتثبت داخل في الذاكرة عند الطالب. شكرا لك. معنا أحمد من دمشق. ألو. ألو. إيه أحمد. مرحبا. أهلا. نسأل الأستاذ. تفضل. ألو. مرحبا أستاذ. يا هلا أحمد. كيفك؟ تمام الحمد لله. أنت شلونك؟ كيف دراستك؟ ألو. يلا تفضل. شو سؤالك يا أحمد؟ أستاذ بدي أسألك على الزمر الدموية، لازم نحفظ السؤال كامل؟ شلون يعني؟ كيف يعني عن الزمر الدموية؟ على الزمر الدموية لازم أحفظ السؤال كامل؟ تحفظ السؤال كامل؟ كل سؤال وله جوابه يا ابني. مو واضح السؤال. السؤال غير واضح. بتمنى من أحمد إنه يرجع يتصل إذا كان عنده شيء. في عن نورة من ريف دمشق. أهلا وسهلا من ريف دمشق. نعم. أهلا وسهلا. أنا مرحبا. أهلا أستاذ. لك أنا بدي أسألك مشان رسمات العلوم. نعم. تجي رسمة مرسومة ولا نحن ما نرسمه؟ بالحالتين واردة. واردة بالحالتين. طبعا أنت عندك بصفحة 171 سؤال ارسم مقطع في الكلية ضمن اسئله الدرس. اذا سؤال ارسم موجود. طب ما في رسمات محدده او مهمه نحن نحفظها مثلا الترم الاخير؟ جميع رسومات الكتاب مطلوبه بنتي، ما في عندي اسمه هامي او غير هامي. كل رسم نحن بهمنا تربطي الافكار الموجوده كتابه مع الشكل. ترابط الصوره مع الشكل بيرسخ الفكره بذهنك بشكل صحيح. تمام. نعم. هلا خليني اسالك استاذ سؤال ثاني. تفضل. بورق اوراق العمل ممكن يجي من المطلوبين نحن مكتوبين من الكتاب ولا ممكن تجي خارجيه من اضف الى معلوماتي او شيء ثاني؟ جميع الاطارات الموجوده في الكتاب اضف الى معلوماتي. هل تعلم ممكن يجي جميعها؟ ممكن تجي اسئله لها. علل، قارن، وظيفي، موقع، وتدخل ضمن دراسة حالي. فارد. نعم. ماشي شكرا أستاذ. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا. في معنى اتصال؟ ما في معنى. طيب أنسي هديل، طبعا استكمالا للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه، إذا دراسي الشهرين المتبقين هي ثمرة للأشهر التي سبقت. كثير من الطلاب بيلجوا إلى موضوع الملخصات، يعني تبسيط المعلومة عن طريق المصغرات أو الملخصات. شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ هلا الفكرة، أنا بنصح دائما طلابنا الأعزاء بالابتعاد قدر الإمكان عن الملخصات، عن النوط، لأنها مختصرة، وإضافة إلى أنه التقيد بمعلومات الكتاب يعني غير أكاديمي، هي غير أكاديمية، أخطاء بالطباعة. نعم. أخطاء مثلا بصياغة الأفكار، فهون طبعا بالنهاية صلة التصحيح رح يكون بناء على معلومات الكتاب.
هو المرجع الوحيد يعني لهذه المعلومات. يعني النقطة هي جهد شخص أو شخصين، لكن الكتاب هو جهد جهدي طويلة عريضة عم بتحط كتاب وفق معايير. كتابنا نعم. شامل يشتمل على جميع المعلومات. يعني هلأ نحن كمان مطلب من طلابنا الأعزاء هو من بداية العام الدراسي أنه مثلا متابعة الدروس، لأنه أثناء شرحنا للدرس نقسم دائما الدرس لأسئلة، سواء كان مثلا قارن رتب علل إلى آخره. بشكل عام يعني دراسة الطالب من بداية العام الدراسي أهم شيء لازم يفهم المادة بعدين يحفظها. نعم. هو الفهم المادة بجنبه كتير من النسيان. نعم. لأنه نحن لازم بأي درس نفهم المصطلحات العامة بشكل عام، مثل هلأ مثلا موضوع درسي أنا الإطراح، لازم الطالب بداية يعرف ما هو مفهوم الاستقلاب، بعدين ننتقل من بعدها للمصطلحات الفرعية والخاصة، مثلا منشوف نحن شو بنية الكلية إلى آخرها من المناطق الموجودة فيها. ودائما بشكل عام نلاحظ هلأ بما أنه هي الفترة هي فترة تحضير للامتحانات، بننصح طلابنا الأعزاء بإجراء اختبارات لنفسهم حتى يحددوا هم مستوى فهمهم. يعني سواء كان يتعرفوا على طبيعة الأسئلة حتى يتمكنوا مثلا من الإجابة لكل سؤال بشكل تمنيع في الأسئلة، يعني يحاول ينوع بالأسئلة، دائما يحلوا أسئلة الدورات أو الأعوام السابقة. نعم. يعني كتير بتساعد على فهم الطالب مثلا لطبيعة الأسئلة والتأكيد على أسئلة الدروس والتقييم. نعم. النهائي حلها بشكل مهم جيد طبعا هي شامل. نعم. صحيح. شكرا أنسي حديث. أنسي بشرة تفضلتي بالحديث على أن أحد أجهزة الأطراح هو الجهاز البولي. نعم. حبذا لو وضحتينا على المجسم. نعم. اللي أمامنا أنه ما هو الجهاز البولي، ما هي أقسامه؟ نعم. فضل. الجهاز البولي هو أحد الأجهزة الموجودة في الجسم، وهو جهاز متخصص لوظيفة الإطراح. نعم. هذا الجهاز البولي له أقسام وله مكونات، نلاحظ من خلال المجسم الموجود أمامنا. نعم. مكونات أو أقسام الجهاز البولي، نلاحظ أنه مكون من كليتين. نعم. كليتين لهما حجم حبة الفاصوليا، إضافة إلى حالبين. نعم. هما عبارة عن قناتين ضيقتان تخرجان من كل كلية. نعم. هذان الحالبان يصبان ضمن كيس عضلي غشائي، هذا الكيس العضلي الغشائي هو عبارة عن المثانة. نعم. طيب، فالجهاز البولي مما يتألف؟ يتألف من كليتان. نعم. حالبان. نعم. هذان الحالبان إضافة إلى المثانة. نعم. نلاحظ هنا فوق كل كلية. نعم. يوجد كتلة صغيرة، هاتان هما عبارة عن غدتان كظريتان، وأخذها بدرس الغدد الصف. صحيح. حدد موقع الغدة الكظرية تقع فوق كل كلية. صحيح. نعم. فهذه هي عبارة عن البنية التشريحية للجهاز البولي وأقسام الجهاز البولي. نعم. عفوا أستاذ، تعقيبا على سؤال الطالب. نعم. إذا إن كان هناك الرسمة جاهزة أو أرسم. نعم. يمكن أن يأتي أرسم. نعم. أرسم جهاز البول فرضا، أو كما تفضلت أرسم الكلية. نعم. نعم. لو نعرض للطالب كيفية الرسم ممكن؟ معلش يا ريت والله. نعم. الجهاز في إمكاني. نعم. لرسم مقطع في الكلية أو مقطع الجهاز البولي فرضا. نعم. عندما نريد أن نرسم مقطع أو رسم جهاز البول عند الإنسان. نعم. قلنا بأنها مكونة من كليتين، هاتان عبارة عن الكليتان. نرجو من أبنائنا الطلاب الانتباه. نعم. إلى طريقة الرسم. كليتان. نعم. يخرج من كل كلية قناة. نعم. ضيقة، هذه القناة تصلان إلى كل أو إلى كيس غشائي عضلي. نعم. هذا الكيس الغشائي العضلي هو عبارة عن المثانة. نعم. وأيضا تنتهي المثانة بما يسمى بالمصرة البولية ثم الإحليل. نعم. فعند وضع التسميات على هذه الشكل نلاحظ أن هذه هي الكلية، هذا عبارة عن الحالب، هذه المثانة، وهذه المصرة البولية. نعم. المصرة البولية واردة معنا بالكتاب، المصرة البولية وردت سابقا كأنه بال. نعم. بالعضلات. نعم، في درس العضلات وضع المصرة البولية. نعم. المصرة البولية هي عبارة عن عضلة. نعم.
نعم. وهذه العضلة هي عضلة إرادية. نعم. إذا أردنا أن نصنفها هي عضلة إرادية. تأخذ شكل حلقة. نعم. تمام. تفتح عند الشعور بالرغبة للتبول. نعم. تمام. إذن الربط ضروري بين الأبحاث. تماما. لأن يعني وردت فكرة سابقا ببحث العضلات. نعم. ووردت ببحث الأطراح. يجب على الطالب الربط بينها. تماما. ربنا وهذا يعزز من ترسيخ الأفكار بشكل صحيح والمعلومات بشكل جيد. نعم. شكرا جزيلا أنسي بشرى. معنا اتصال من مجد. ألو. ألو. نعم. نعم يا مجد. ألو. نعم نعم مجد نعم. بدي حل صفحة 190 كاملة. أوف. حل صفحة 190 كاملة؟ ايه. تكرم. هلا السؤال الأول. نعم. معنا أنت. أنت معنا يا مجد؟ نعم. أضع إشارة صح أدنى نوع الانقسام مناسب لكل من العمليات الحيوية الآتية. نعم. هلا أعطينا كل عملية وأنت بدك. انت بدك تذكر نوع الانقسام الذي يطرأ على هذه العملية. هلا عنا اول شيء عملية النمو بنذكر الانقسام الخيطي لانه الانقسام الخيطي دائما بيطرأ على الخلايا الجسمية. نعم. في عنا ترميم الكسور العظمية ايضا نوع الانقسام الذي يطرأ عليها هو انقسام خيطي. اما بالنسبة لتكوين الاعراس نوع الانقسام الذي يطرأ عليها هو الانقسام المنصف لان الانقسام المنصف يطرأ على الخلايا الجنسية. طيب ثانيا أملأ المخطط. هذا بده يكون الكتاب أمامك وموضوع لدي. نعم. لذلك راح ننتقل لثالثا. نعم. ثالثا. ثالثا. اختر الإجابة الصحيحة في كل من العبارات الآتية. إذا كان عدد الصبغيات في خلايا الحصان الجسمية هي F صبغيا وكان عدد الصبغيات في الأعراس الذكرية لديه 32 صبغيا فكم يساوي F؟ أنت بتعرف يا مجد أن الخلايا الجسمية دائما الصيغة الصبغية فيها وعدد الصبغيات هي مضاعفة عن الصيغة الصبغية الموجودة بالأعراس. نعم. أي أن F يجب أن يكون ضعف العدد الصبغي الموجود بالأعراس الذكرية. بما أن الأعراس الذكرية تحوي 32 صبغيا فإن F سوف تكون 64 صبغيا فالاحتمال مضاعف. نعم. هو B. اختر الإجابة. مجد أنت معنا يا مجد؟ مجد انت معنا؟ عم تنتبه شو عم نحل؟ طيب معنا مجد معنا. اذا كانت الخلية الكبدية لحيوان ما تحتوي على 40 صبغي فان عدد الصبغيات في البويضة او العروس الانثوية يكون خلية كبدية هي جسمية يا مجد تحوي على 40 صبغي. تقدر تختار انت الاحتمال تقدر تقلي العروس يا مجد بيكون اذا عدد الصبغيات 40 صبغي بالخلية الجسمية فبالبويضة اللي هي عروس انثوي بيكون العدد 20 ولا 10 ولا 40 ولا 80 انت شو رايك؟ ما بقدر. ما بتقدر؟ لا. ليه؟ ليه؟ هلا كانت عم تشرح الانسي بشرى حكينا يا مجد انه الخلية الكبدية هي جسمية فيها 40 صبغي يعني فيها صيغة صبغية مضاعفة العروس الانثوية يعني صيغة صبغية بدها تكون فيها نصها صيغة يعني صبغية احادية يعني 20 صبغي. تمام؟ وصلت الفكرة يا مجد؟ وصلت. طيب. موفق يا مجد. هلا بالنسبة لرابعا أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي. تمتلك العروس نصف المادة الوراثية. طبعا احنا بنعرف ما عاد مجد معنا. طيب تفضلي أنسي. مجد فقدنا الاتصال معه. نعم. نحن كنا في بموضوعنا أنسي بشرى حكينا. نعم. عن موضوع أقسام الجهاز البولي. مشكورة على الإجابات أنسي. هذه الأنسي بشرى تحدثت عن الجهاز البولي وأقسامه وعن المصرة. أحد هذه الأقسام وهي الأهم فيها بالنسبة لنا هي الكلي وآلية عمل الكلي. حبذا لو وضحنا طالب بنية الكلي بما فيها البنية المجهرية لكن ما بعرف إذا كان الـ هلا في عنا أول شيء مقطع فيديو بيوضح. نعم. لنا تشريح الكلية ودراسة تركيب الكلية الداخلية والخارجية. نعم. يلا بس نشوف إذا نعم. نعم.
هلا بالنسبة لدراسة تركيب الكلية كما هو واضح في الشكل على الشاشة، طبعا لدينا كلية خروف، هذه الكلية سوف ندرس شكلها من الخارج ليتبين لنا بأن هذه الكلية هون مقطع الفيديو أيضا مقطع الشاشة طبعا. طيب هلا الكلية طلع هلا على اللابتوب لا 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 بالنسبة للكلية طبعا إذا أخذنا دراسة كلية خروف سوف يتبين لنا بأنها محاطة من الخارج بمحفظة أو بغلاف ليفي، هذا الغلاف يحيط بالكلية من الخارج وظيفته حماية الكلية. طبعا هنا ممكن أن يأتي سؤال حدد موقع المحفظة الليفية مثلا من خلال دراستك لشكل الكلية من الخارج، رح يتبين بأن المحفظة الليفية هي تحيط بالكلية من الخارج وأيضا تحمي الكلية. يلي المنطقة أو يلي المحفظة الليفية مناطق تتألف منها الكلية، فهي المنطقة القشرية. فنلاحظ مثلا في المنطقة القشرية بأن لونها بني داكن لاحتوائها كمية كبيرة من الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الكلية. أيضا يلي المنطقة القشرية طبعا بالنسبة لموقعها هي منطقة خارجية لأنها تشكل الجزء الخارجي من الكلية. يلي المنطقة القشرية هنا كما هو واضح في هذا الشكل منطقة لبية. المنطقة اللبية تعد منطقة داخلية وهي لونها أحمر بخلاف المنطقة القشرية التي يكون لونها بني داكن. في المنطقة اللبية نلاحظ هنا وجود كتلا هرمية تعرف باسم أهرامات مالبيكي، وهذه الأهرامات لا توجد في المنطقة القشرية إنما توجد فقط في المنطقة اللبية. وهذه ضروري يعرف الطالب يميز بين موقع أهرامات مالبيكي إنه في المنطقة القشرية أم في المنطقة اللبية. نعم، إضافة إلى أنه في ذروة كل أهرم من أهرامات مالبيكي توجد ثقوب صغيرة. نعم، هذه الثقوب تنفتح على جوف يعرف باسم الحويضة. الحويضة نعم. ومن الحويضة طبعا نلاحظ ينتقل أو البول بعدها إلى الحالب ومن ثم إلى المثاني. إذا نحن فعلا منطقتين متميزتين، منطقة خارجية ومنطقة داخلية. تمام، أي منطقة قشرية ومنطقة لبنية. أنسي بشرى إذا نعم. في إمكاني على العرض أنه رسم مقطع في الكلية بحكم كون ورد السؤال بأسئلة الدرس مقطع طولي في الكلية. تمام، يتعود الطالب أو نعلم الطالب شلون بيرسم مقطع في الكلية. طيب لدراسة مقطع تشريحي في الكلية كما ذكرت الأنسة هديل أن بخارج الكلية أو يحيط بالكلية من الخارج محفظة تعرف بالمحفظة الليفية، هذه المحفظة الليفية سوف تحمي الكلية. ثم تقسم الكلية من الداخل إلى منطقتين، منطقة قشرية غنية نعم. جدا بالأوعية الدموية. نعم، هذه المنطقة القشرية الغنية بالأوعية الدموية أيضا لونها بني داكن، إضافة إلى منطقة لبية، هذه المنطقة اللبية تحوي على كتلا هرمية الشكل. نعم، هذه الكتل تسمى أهرامات مالبيكي. إذا هذا الرسم بسيط وواضح. نعم، يعني ما في للطالب. نعم، رسم تخطيطي. إذا هذه هي محفظة ليفية. نعم، التي تحيط بالكلية. هذه هي عبارة عن منطقة قشرية. نعم، والتي تحوي عدد كبير من الأوعية الدموية. هذه المنطقة من هنا إلى هنا، هذه المنطقة الداخلية أو المنطقة اللبية. نعم، والتي تحوي على كتلا هرمية سميناها بأهرامات مالبيكي. نعم، مالبيكي. أهرامات مالبيكي يوجد في ذروة كل هرم ثقوب. هذه الثقوب الصغيرة سوف تفتح على اتساع، هذا الاتساع أبيض لونه أبيض، هذا الاتساع يسمى بالحويضة. نعم، التي يتجمع فيها البول قبل خروجه إلى قناة ضيقة، هذه القناة الضيقة تسمى بالحالب. شكرا جزيلا أنسي بشرى على الرسم الرائع اللي بيوضح لنا تماما بنية الكلية، ونأمل أنه طلابنا الأعزاء يكونوا انتبهوا على طريقة الرسم ويشوفوا الطريقة الأمثل للرسم. معنا اتصال من حلب. الو الو ايوه مرحبا. اهلا استاذ، بس اذا سمحت الاسم لو سمحت. نعم، الاسم رام. رام نعم.
رام؟ نعم نعم رام. نعم رام تفضل. استاذ صفحة 176 بس السؤال رابعا. صفحة 176 رابعا. عن 176 رابعا. هذا يعني لازم نحفظه المراحل ولا هذا يأتي رتب انه يكفي نفهمه؟ هلا بيجي سؤال رتب. يعني ما بضروري نحفظ مراحل. هلا شوف رتب في عنا حالة. نحن سؤال رتب ممكن يجيك العبارات مكتوبة وانت ترتبها، او ممكن يجيك رتب انت تكتب العبارات. يعني مو دائما السؤال رتب انه الشيء اللي امامي اني انا بدي ارتبه. تمام. يعني لازم نحفظه. لازم تحفظ العبارات. تمام. بشكل صحيح مع ترتيبها بشكل صحيح. تمام. نعم. استاذ سؤال ثاني. نعم تفضل. بدرس المغلفات والعاريات في عنا نحن اهمية الصنوبر واهمية غابات الصنوبر. نعم. أهمية الصنوبر لازم نقول إنه هي تشكل غابات كبيرة منها غابات البطار وغابات كثاب. عفوا السؤال. نعم. عفوا بس السؤال لازم. بدرس العاريات. إيه. عندنا سؤالين نحن إنه أهمية الصنوبر وأهمية غابات الصنوبر. نعم. أهمية الصنوبر هل يجب أن نقول إنه تشكل غابات كبيرة منها غابات البطار وغابات كثاب؟ إنه من النباتات إنه هو المتخشبة مثلاً المعمرة. إنه هيك بنقول. في إنه نقول إنه هي أوراقها أبرية دائمة الخضرة وكذا. لا الموضوع لا أهمية الصنوبر شيء وأهمية غابات الصنوبر شيء آخر. يعني نعم. الصنوبر بحد ذاته كشجرة. نعم. شجرة حراجي. يستفاد من أخشابها، وأيضا يستفاد من بذور الصنوبر كفوائد غذائية، وهنالك أيضا فوائد طبية كمادة عطرية تستخدم في بعض الحالات، لكن للصنوبر. أما كغابات الصنوبر فهي غابات تعدل في المناخ، لها تأثير على البيئة، تغني الجو بالأكسجين. تمام. تعديل الجو، أعطاء الأكسجين للجو نتيجة عمل تركيب ضوئي. تمام. نعم. تمام. يعطيك الألف عافية. أهلا وسهلا. الله يوفقك. الله يوفقك يا رام. نعم. أنسي هديل. طبعا نحن بالنسبة لموضوع الكلي رسمت الأنسي بشرة على الشاشة وصار واضح للطلاب. طبعا كان بهمنا نعرف أهرامات مالبيكي، مكان تواجده في المنطقة، شيء في المنطقة اللبية، اللون كل منطقة من هون بتصب الأهرامات ضمن عن طريق سقوط ضمن الحويضات يجمع البول فيها ومن ثم يطرى خارج الأنبوب البولي. طبعا شكرا لك أنسي هديل على الإجابات اللي أجبتيها. أنسي بشرى في النشاط بصفحة 169 نعم. حاط لي صورة لآلية عمل الكلي. نعم. طيب الكلي كعضو اطراحي، على سيرة العضو الاطراحي أنسي بشرى، نحن ذكرتي لي أربع أعضاء اطراحي. نعم. ببداية الندبة. نعم. طيب والمعي الغليظ ليش ما فيني عنده عضو اطراحي؟ تماما. المعي الغليظ هو عبارة ينتمي إلى جهاز الهضم. نعم. لا يعد عضو اطراحي لأن الفضلات التي يتم التخلص منها لا تعد فضلات استقلابية ناتجة عن عمل الخلايا، فضلات غير استقلابية. إذن شرط الأطراح. نعم. أن تكون مواد استقلابية. استقلابية ناتجة عن عمليات البناء والهدم. نعم. شكرا على الإجابة الدقيقة. نعم. أنسي بشرى. طبعا بس معنا اتصال من ريف دمشق. ألو. 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 نعم. يعطيك العافية. يا هلا. ممكن تعطينا إضاءة سريعة عن درس الصوغيات؟ مين معي؟ إياد. أنا. إياد. من ريف دمشق؟ لا من دمشق. من دمشق. إياد من دمشق. طبعا. عن الصبغيات صفحة نسي. إيه عن الصبغيات. يلا. سلام عليك. الصفحة. صفحة 180. بجاوب أنا. تفضل. هلا بالنسبة للصبغيات أول شيء لازم نعرف نحن شو يعني الصبغيات. بداخل خلايا أجسام الكائنات في نواة، ما هي؟
تمام. هلا بداخل النواه في عندي انا خيوط صبغيه، طبعا هذه الخيوط سميت بالصبغيات لانها قابله للتصبغ او للتلون الشديد. هلا مهمتها هي الصبغيات بانه هي بتحمل عليها الماده الوراثيه اللي بتنتقل من جيل الى جيل اخر. نحن لازم نعرف مثلا قديه عدد الصبغي بكل خليه من خلايا الكائن الحي، لان نحن بنعرف بانه العدد الصبغي بيكون متماثل ضمن افراد النوع الواحد في حين يختلف من كائن الى كائن اخر. هلا مثلا لو سالتك قديه عدد الصبغيات بخلايا جسم الانسان؟ 46 صبغي. برافو. طبعا 46 صبغي هي بنشوفها عند جميع اجسام يعني الانسان او الافراد بشكل عام، في حين لو اخذت انا مثلا عدد الصبغيات عند كائن اخر مثل الغراب او مثلا كائن اخر مثل نبات البصل، بنشاهد انه عدد الصبغيات عنده بيختلف عن عدد الصبغيات عند الكائن الحي، وبالتالي بتختلف الماده الوراثيه. لازم نعرف نحن بانه كل خليه انه شو طبيعه الصبغيات الموجوده فيها. هلا مثلا في عندنا خلايا بدائيات النوى اللي نحن بنسميها الجراثيم. بالنسبة للصبغيات عندنا نلاقي نحن في عندها صبغي حلقي، بس هذا الصبغي وين بيكون موجود؟ بهيول الخلية. ليش؟ لأنه الخلية الجرثومية ما عندها غلاف نووي مثل خلايا الإنسان أو خلايا الحيوان أو خلايا النباتات. فأما بالنسبة للصبغيات الموجودة بكائنات حقيقيات النوى مثلا مثل خلايا الإنسان أو الحيوان أو النبات، بنلاقي نحن هون الصبغيات موجودة ضمن نواة طبعا محاطة بغلاف نووي، وليست موجودة إنه يعني في هيول الخلية كما في بدائيات النوى. ببدائيات نواة يعني أنت ياد ملاحظ عندك موجودة هي بالصفحة 182 موضوع الجرثومي، مقارنة بين الخلية الجرثومية وخلية حيوانية. ما له مشروح كثير يعني. تمام. الأنسية هذه اللي عم تشرح لك يعني انه شلون الصبغ الجرثومي اللي موجود في الجراثيم غير محاط بغشاء نووي، بينما الصبغيات الموجودة في الخلايا حقيقيات نواة تحاط بغشاء نووي. هون هي عم توضح لك هاي الفكرة، أنا عم بعزز الفكرة اللي عم تحكيها. بالصفحة 180 لو سمحت في عندك شكل بيوضح الخلية عند بدايات النواة وعند حقيقيات النواة، واضح فيها شكل الصبغي. إذا بتلاحظ بأنه عند بدايات النواة عم يكون الصبغي حلقي. تمام. هلا بالنسبة لخلايا الإنسان اللي هي عند استوار من صبغي، لاحظ شكل الصبغي يختلف. وين؟ بالصفحة 182 بخلايا حقيقيات النواة. أعطينا مثال عنها، نواة خلايا الإنسان اللي فيها 46 صبغي. إيه إيه. طبعا يعني شكل الصبغي حلقي عند الخلية الجرثومية، في حين شايف الخيوط الصبغية عند حقيقيات النواة. لاحظ لو أنا أخذ مثل شكل إكس تقريبا هيك، يعني اثنين متقابلين. شفتون؟ تمام. وبالنسبة للغلاف النووي عند خلايا بدائيات النواة لا يوجد غلاف نووي، في حين عند حقيقيات النواة يوجد غلاف نووي. هي الصبغيات لها علاقه بالمورثه؟ لكن هي بتحمل الماده الوراثيه. يد الصبغيات هي حامله الماده الوراثيه، هي حامله الدي ان اي. تمام. وبالتالي هي حامل الماده الوراثيه. تمام. نعم. طب هلا وقت كنتوا عم تحكوا على الكليه، يعني ما لاحظت انا يعني بلشت بالاخير، ممكن ترجعوا تعملوا لنا بس اضاءه سريعه عن الكليه؟ الكليه؟ ايه. تفضلي أنسي هديل، من عن بنية الكلية. هلا بنية الكلية بنلاحظ نحن طبعا عن المجسم او عن المجسم. تمام. تمام. هلا بنية الكلية بنلاحظ بانه محاطة من الخارج بغلاف ليفي او محفظة ليفية. تبع معنى اياد، شو وظيفتها هي المحفظة الليفية اياد؟ شو هي المحفظة الليفية او الغلاف الليفي اللي بيحيط بالكلية من الخارج؟ انه ما تتمدى. وظيفتها بتحمي الكلية. وظيفتها حماية الكلية. تمام. هلا تحت المحفظة الليفية اول منطقة بنشوفها نحن هي المنطقة القشرية، طبعا واضحة بالصورة بالكتاب، لاحظ لونها بني داكن. تمام. هاي المنطقة القشرية بنلاحظ نحن لونها بني داكن لانه فيها كتير كمية كبيرة من الاوعية الدموية اللي بتنقل الدم الى الكلية. تمام. وهي المنطقة الخارجية. هلا تحتها كمان في عندي انا منطقه لبيه، هي منطقه داخليه، طبعا بالكتاب اذا لاحظت لونها باللون الاحمر. ايه. تمام. هي المنطقه هي اللي بتحتوي على اهرامات مالبيكي. تحتوي على اهرامات مالبيكي. الاهرامات مالبيكي هي موجود بداخلها بنى مجهريه اسم الانابيب البوليه او النفرونات، اللي لها وظيفه هي تنقيه الدم من الفضلات. تمام. يعني هي النفرونات موجودة بالمنطقة اللبية وما موجودة بالمنطقة القشرية. تمام.
مالها موجودة وين؟ موجودة بالمنطقة اللبية وغير موجودة في المنطقة القشرية. تمام. في سؤال ثاني؟ لا يسلم ايديك. يلا اهلا وسهلا. موفى يا انسي بشرى، كنا عم نحكي عن موضوع آلية عمل الكلية. حبذا لو تشرحينا للطالب آلية العمل. نعم. إذا كانت هي العضو الأهم في الجهاز البولي، إذا كانت هي التي تقوم بعملية تصفية الدم من الفضلات البولية وحمض الولد. نعم. والماء الزائد، ما هي الآلية؟ نعم. كيف يصل؟ بداية لو عدنا فقط للمجسم. نعم. مجسم جهاز البول أو جهاز الإطراء، لاحظنا أن هناك كليتان حالبان فمثانة. تمام. بجوار أو يوجد بجوار كل كلية وعاءان دمويان. نعم. هذان الوعاءان الدمويان أحدهما يسمى شريان كلوي. نعم. وهو باللون الأحمر، والآخر هو وريد كلوي. وريد كلوي. نعم. هذا الشريان الكلوي سوف يدخل الدم إلى داخل الكلية. نعم. ثم يخرج الدم من الكلية عبر الوريد الكلوي. نعم. ولكن الدم الذي دخل لا يحوي على نفس المركبات الموجودة في الدم الخارج منه. نعم. لذلك هنا لابد من شرح آلية عمل هذه الكلية عن طريق الوحدات المجهرية التي تحدثت عنها الزميلة هديل، وهي النفرونات. نعم. فكيف تعمل الكلية بالمخطط الآتي؟ نعم. نعم. بآلية عمل الكلية لو تابعنا على الشكل، هنا نلاحظ من خلال الشكل. نعم. وجود مقطع تشريحي في الكلية، هذا هو الشريان الكلوي. نعم. الشريان الكلوي سوف يؤدي إلى أو يعمل على دخول الدم، يدخل الدم إلى الكلية عبر هذا الشريان الكلوي، عبر. نعم. وعاء يعرف باسم الشريان الكلوي. هذا الدم الذي يدخل من الشريان الكلوي يكون محملا بالغذاء والأكسجين والفضلات الاستقلابية. نعم. تمام. بعد دخول هذا الدم الشريان إلى داخل الكلية، نلاحظ بأنه سوف يتفرع الشريان الكلوي داخل الكلية إلى، نلاحظ من خلال الشكل، شعيرات دموية دقيقة. تمام. هذه الشعيرات الدموية الدقيقة تحيط كما هو واضح بالشكل، تحيط بالنفرونات أو بالأنابيب البولية. نعم. هنا يأتي دور الأنابيب البولية. ما هو دور الأنابيب البولية؟ تعمل تلك الأنابيب على تنقية الدم من عناصر البول المختلفة. وهذا الكلام موجود ضمن العمودين الأول والثاني. نعم. تماما. نعم. عملية تطبيق الترتيب على الشكل. نعم. مهم جدا. تمام. فعند تخليص هذه النفرونات للعناصر البول من الدم، يتشكل نتيجة ذلك البول. يتشكل. نعم. بعدها البول الذي سوف ينتقل من تلك النفرونات الموجودة في أهرامات مالبيكي، يتشكل البول، يتجمع في الحويضة. نعم. بعد الحويضة ينتقل بعدها إلى الحالب ثم المثانة. نعم. ولكن ما مصير الدم الذي تم تنقيته؟ تتجمع تلك الشعيرات الدموية التي تفرعت عن الشريان الكلوي، تعود وتتجمع تلك الشعيرات الدموية لتشكل ما يعرف باسم الوريد الكلوي. نعم. هذا الوريد الكلوي يكون محمل بدم فيه غاز CO2 وخالي من الفضلات الاستقلابية. تمام. بسبب تنقيته من الأنابيب البولية. تلك هذا الوريد يأخذ الدم عبر أو الذي يصب فيه إلى الوريد الأجوف السفلي. نعم. طيب. فعند ترتيب المراحل، بالعودة إلى ترتيب المراحل بشكل كامل، نقول يدخل الدم إلى الكلية عبر وعاء دموي يسمى، في صورة لألون أنسي بشرى، قلنا أنه نعم هو الشريان الكلوي المحمل بالغذاء والأكسجين والفضلات الاستقلابية. نعم. ثم يتفرع الشريان الكلوي داخل الرئة إلى شعيرات دموية داخل الكلية. نعم. إلى شعيرات دموية تحيط بالأنابيب. نعم. تلك الأنابيب سوف تنقي الأنابيب الدم من عناصر البول، وهي بولة وحمض البول. نعم. يتشكل البول الذي ينتقل إلى الحويضة فالحالب فالمثانة، لتجتمع تلك الشعيرات مشكلة وريدا كلويا. نعم. محملا بغاز ثاني أكسيد الكربون والخالي. نعم. من فضلات الاستقلاب الذي سوف يصب بدوره في الوريد الأجواف السفلي. وهنا ممكن أستاذ ضمن هذه الفقرة هي. نعم. يمكن أن تورد سؤال أرتب. نعم. سؤال رتب طرحه مجد. نعم. بيجي سؤال رتب. نعم. تماما. ويمكن أن نستنتج سؤال قارن.
نعم. قارن بين الشريان الكلوي والشريان والوريد الكلوي من حيث مكونات الدم في كل منهما. نعم صحيح. نعم. ففي الشريان الكلوي الدم محمل بالغاز الأكسجين والغذاء وفضلات الاستقلاب، أما بالوريد الكلوي يكون محمل أو خالي من الفضلات الاستقلابية. وممكن يكون في وظيفة الأنابيب البولية إنه تنقي الدم من عناصر البول المختلفة البولية وحمض البول. تمام. إذن بهيك أسئلة سؤال رتب يعني نحن شامل لعدة صياغة. السؤال رتب هو من الأسئلة الرائعة جدا بالنسبة للطالب إن كان على مستوى التذكر، على مستوى الفهم، على مستوى التحليل. تحليل نعم. من الأسئلة الرائعة واللي ممكن يجي منها أسئلة أعلل. صح. أعطي تفسير يعني تماماً. أو سؤال وظيفي أو تحديد مواقع تحديد أو مواقع. مقارنات صحيح. نعم. أنسي هذه طبعا نحن الغدد العرقي تطرح العرق والكلي والجهاز البولي يطرح البول. بدنا من حضرتك مقارنة بين تركيب البول والعرق كيميائيا. هلا بالنسبه للغدد العرقيه طبعا احنا نعرف بانه هي بتطرح العرق عبر قناه تتصل بسطح الجلد عن طريق المسام. بالنسبه للمقارنه بين البول والعرق من حيث التركيب الكيميائي، بنشوف نحن بانه البول يحتوي على 96% ماء اضافه الى 4% مواد منحله. طبعا المواد المنحله الموجوده في البول هي عباره عن البوله، حمض البول، املاح معدنيه، اصبغه ومواد اخرى. اما بالنسبه للعرق نلاحظ بانه يحتوي على 99% ماء زائد 1% مواد منحلة. هذه المواد المنحلة هي بولة، حمض البول، أملاح ومواد أخرى ولا يحتوي على أصبغة. أيضا يمكن المقارنة بيناتهم غير التركيب الكيميائي من حيث وقت طرحه. البول يزداد طرحه شتاء وعند الشعور بالبرد، أما بالنسبة للعرق يزداد طرحه صيفا وعند الشعور بالحر. شكرا أنسي. طبعا بنهاية ندوتنا أعزائنا الطلاب لا يسعنا إلا أن نشكر الزميلتين الأنسي بشرى عبد مديرية تربية دمشق، أهلا وسهلا بك. والأنسي هديل سعود مديرية تربية دمشق، أهلا وسهلا بك. كل الشكر لكم الكادر الفني والتقني معنا في هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.